Hi guys, it's Gordon, and guess what? Puberty's followers have been voting to decide the world's best cuisine, and it is my pleasure to finally announce the winner. Now, after millions of votes in Puberty's biggest ever, you decide the number one cuisine across the planet is Moroccan cuisine. Has been crowned the champion. Honestly, congratulations. السلام عليكم. كما سمعتوا يعني شاف عالمي كيعلن على ان المغرب هو الاول عالميا في ميدان الطبخ. وبطبيعة الحال هذا الشيء هذا ما جاش عن فراغ، وانما عن اجتهاد من امهاتنا ومن مختصين في الطبخ المغربي منذ زمان بعيد. والثقافات اللي دازت في المغرب يعني خلات البصمة ديالها خاصة في ميدان الطبخ. والمرأة المغربية معروفة بالإبداع ديالها، ولا وخير دليل هو المناسبات والأفراح والأعراس ديال المغاربة اللي كتبقى يعني الحمد لله جميع الناس اللي كيجيو عندنا في المغرب كيبقاو يعني يشهدوا بأنه من بين الأعراس ولا من بين الحفلات اللي فيها يعني موائد يعني أطباق مختلفة وعديدة يعني جدا على حساب المناطق ديال المغرب. كما هو معروف من بين أشهر يعني الأطباق المغربية هو الكسكس. والكسكس بطبيعة الحال حنا كنقولوا ليه في المغرب الطعام ولا كسكسو يعني. وكون سمع بيننا الإخوان المصريين كيقولوا ليه الكسكسي، وهذا الكسا هذه ما كاينش شي واحد في المغرب كينطق الكسكس بهاد الكلمه هذه، وانما كيقولوا اما كنقولوا الطعام اما كنقولوا كسكسو. اما الكسكسي ما كايناش نهائيا، ومن هذا المنبر هذا كنخبر الاخوان المصريين باش ما يبقاوش يستعملوا هاد الكلمه ديال الكسكسي لحقاش ما كايناش. كاين كسكس او كسكسو او طعام هو اللي كنستعملوه. وبطبيعه الحال فيه العديد من الانواع، واشهرها كنقولوا الكسكسو بسبع خضاري، رغم انه العدد اللي فيه ديال الخضر او المكونات اكبر بكثير من سبعة، ولكن متعارف انه سبعة. كاين كسكسو بالتفاحه، كاين كسكسو يعني كاين العديد من الانواع. واشهر طبق يعني من بعد الكسكسو هو طبق الطاجين. والطاجين رغم انه بعض الدول اللي بغاو يقلدوه، لكن الطاجين المغربي له خصوصية منفردة. كاين الطاجين بطبيعة الحال أشهر هو الطاجين ديال اللحم بالبرقوق، وكاين الطواجن العديد من الطواجن وخاصة الطاجين باللحم بالماعز. يعني على حسب المناطق اللي كتمشي ليها كاين الطاجين ديالهم خاص بهم. واكيد ان بسطيله يعني من اشهر الاطباق المغربيه هي البسطيله، وفيها العديد من الابداعات. كاين يعني بسطيله بالحوت، بسطيله يعني بالدجاج، يعني كل انواع ديال البسطيلات مختلف. وكاين البنه ديال اليد ديال يعني المراه المغربيه في المطبخ، يعني مساله خاصه جدا. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يوصل ويعرفوه الناس اللي كيقولوا بانه عندهم يعني مطبخ يشبه المطبخ المغربي. واقول من هذا المنبر المطبخ المغربي لا يضاهيه مطبخ في العالم.